أكون في حفل التكريم هذا لكوكبة من خيرة شباب الأردن وخريجيه، وأن ألتقي مع الأساتذة والزملاء في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني الرائدة كنقابة المهندسين وغرفة صناعة عمان. خلال السنوات الماضية عملنا على توقيع عدة اتفاقيات مع شركاء، عدة شركاء. كان الهدف من توقيع هذه الاتفاقيات تفعيل القوى الشبابية وتفعيل طلاب مشاريع التخرج ومشاريعهم لخدمة الوطن، فكان لابد من التشبيك ما بين الأكاديمية وما بين سوق العمل. عملنا عدة اتفاقيات مع وزارة السياحة، مع أمانة عمان الكبرى، ومع غرفة صناعة عمان لكافة التخصصات. ولأنهم أبناؤنا، ولأنه وطننا الذي نحب، ولأنها نقابة المهندسين رائدة العمل النقابي وبيت الخبرة الهندسي، نعمل جاهدين لأن يكون حفلاً مميزاً بحضوركم يليق بأبناء الأردن المبدعين في شتى المجالات، من أبنائنا طلاب كليات الهندسة في الجامعات الأردنية، ممن تفوقوا في مسابقة مشاريع التخرج النقابية للشعب الهندسية المدني والميكانيك والكهرباء والكيماوي، ومشاريع التخرج المنفذة في القطاع الصناعي للعام 2017. الأهمية تبعت هاي المبادرة إنه بتربط بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، كوني مهني يعني، فإحنا بنشوف في جاب نوعا ما بين القطاع الصناعي وبين مهرجات القطاع الأكاديمي. أيها السادة الحضور، إن شراكة غرفة صناعة عمان مع نقابة المهندسين الأردنيين هي شراكة استراتيجية ومثمرة امتدت على مدار السنوات الماضية لتشمل مختلف مجالات التطوير الهندسي والصناعي. احنا كنا جروب من 4 طلاب هندسة صناعية، كانت فكرة مشروعنا كيف نقدر نقلل أوقات انتظار المرضى بالعيادات الخارجية في مركز الحسين للسرطان، لأنه زي ما بتعرف قديش الناس مرات بتعاني من موضوع الوقت الطويل وهم بيستنوا يدخلوا على العيادة. بس فكرتنا كانت بما أنه احنا مهندسين صناعيين كيف نقدر نلاقي الحل بأقل التكاليف. الحمد لله قدرنا نحصل على جائزة مسابقة مشاريع التخرج لنقابة المهندسين الأردنيين. كان مشروعنا عبارة عن تطويرات على أنظمة البيوت الذكية عشان نخليها تلبي متطلبات السوق الأردني. إحنا تأهلنا وفزنا بالمركز الأول بمشاريع الهندسة المدنية. مشروعنا كان عبارة عن إعادة تصميم لسد التنور الموجود في جنوب الأردن حالياً. التجربة بمجملها كتير حلوة، بتشجع الواحد على أنه يبتكر، يفكر أبعد من ما هو بتخيل.